أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث أيها الإخوة، ونحن في هذا المجلس المبارك نتحدث عن سورة عظيمة من جزء 29، وهي مفتتح الجزء، سورة تبارك أو سورة الملك، تسمى سورة الملك لأمرين. الأمر الأول ورود قول عز وجل الذي بيده الملك، ولكونها تدور حول أمر ملك الله عز وجل وقدرته. ولهذا فإننا نلحظ أيها الإخوة أن هذه السورة التي بنيت على إثبات الملك والقدرة لله تعالى والتصرف التام، ردًا وإبطالًا لزعم المشركين أن لأصنافهم تصرفًا وقدرةً، فأثبت الله عز وجل القدرة والملك كله له وحده لا شريك له. ففي هذه السورة جاء فيها بيان عظيم لدلائل الملك، بيان مستفيض لأدلة الملك، واستفاض فيها ذكر أسماء الله عز وجل وأوصافه وأفعاله الدالة على الملك. استفاض فيها ذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على الملك. ولهذا تلحظون بارك الله فيكم أنه تكررت فيها أسماء الله كثيرا. هذه السورة تكررت فيها أسماء الله كثيرا، فلعلي يعني أجعل هذا موضع بحث يعني خلال هذا اليوم، استقصاء وجمع الأسماء والصفات والأفعال الدالة على ملك الله عز وجل في هذه السورة. أريد من الإخوة والأخوات بحثا خلال هذا اليوم جمع الأسماء والصفات والأفعال الدالة على ملك الله عز وجل، حتى نعلم أيها الإخوة أن هذه السورة عظيمة. ويدلنا على عظمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها وقال: سورة 30 آية، وهي من السور التي بين الله عز وجل عدد آياتها وحددها. قال: سورة 30 آية ما زالت بصاحبها حتى غفر له. وفي رواية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لرجل: ألا أحدثك حديثا تفرح به؟ قال: بلى. قال: عليك بسورة تبارك، وأوصي بها أهلك وأولادك، فإنها تحاج وتجادل عن صاحبها يوم القيامة، وهي المنجية من عذاب القبر، وفي رواية من عذاب النار. فورد في فضائلها أنها منجية من عذاب القبر، وورد في فضائلها أنها تحاج عن صاحبها يوم القيامة. فما أعظم هذه السورة، وما أعظم ما يحرص المسلم على قراءتها بهذا المعنى العظيم، معنى إثبات الملك كله لله عز وجل والتصرف والقدرة التامة له سبحانه وتعالى. هذه السورة أيها الإخوة افتتحت بفاتحة عظيمة تدل على مضمونها، فقال الله عز وجل:
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فاستفتاحها بهذا اللفظ العظيم تبارك الذي بيده الملك يبعث في نفس قارئها تعظيما وإجلالا وتوقيرا لله سبحانه وتعالى الذي بيده سبحانه وحده الملك. فقال الذي بيده الملك، وقال بيده الملك ولم يقل الملك بيده، للدلالة على إيش؟ أن الملك كله بيده سبحانه وتعالى. تقديم الجار والمجرور هنا للدلالة على الحصر، وهذا يؤكد أن كما يؤكده قول الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. ويظهر كمال ملك الله عز وجل وتجرد جميع المخلوقين من الإنس والجن وغيرهم من الملك في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، حين يقول الله لمن الملك اليوم، فيجيب لله الواحد القهار. فالملك أيها الأخوة من أعظم صفات الله الملك، ولهذا ضمنت سورة الفاتحة التي جمعت أربع أوصاف هن أصول الأسماء والصفات: الجلال الألوهية والربوبية والرحمة والملك. فالملك يجمع صفات الجلال من القدرة والسلطان والعزة والتصرف والكبرياء، كل صفات العظمة داخلة في صفة الملك. قال الله تعالى بيده الملك وهو على كل شيء قدير، إذ أن الملك التام يستلزم القدرة التامة، ومن ليس له قدرة تامة فليس له ملك تام. فهذا دليل من دلائل ملك الله عز وجل، قدرته على كل شيء، قدرته على كل شيء. ولهذا أثبت الله تعالى قدرته على أعظم ما يكون في حال التحول في الخلق، وهو خلق الموت والإحياء. فالذي هو قادر على الإحياء والإماتة هو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده كل شيء. فلهذا قال الذي خلق الموت والحياة، وقدم الموت هنا على الحياة لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان قبل خلقه فهو ميت. الأمر الثاني أن قدرة الله على موت الإنسان دليل على قهره وقطع تصرفه، فهو أدل في القهر. الموت أدل في القهر وأدل في الملك والتصرف. لا شك أن الإحياء وهو أقوى في الدلالة على القدرة، لكن أدل على القهر والملك الموت الذي به يقطع الله تعالى قدرة الإنسان مهما كان وقدرته وتصرفه وملكه. الأمر الثاني في تقديم الموت هنا أنه أبعث على المهابة والهيبة، وأبعث على استحضار اليوم الآخر الذي بعد ذلك الموت. واستحضار ذلك اليوم ظاهر مقصود في السورة، والله أعلم. قال الله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالحكمة من خلق الموت والحياة هي العمل والابتلاء، ولم يقل لتعملوا، لم يقل لتعملوا خلق الموت والحياة لتعملوا، لأن الله عز وجل جعل هذه الحياة التي هي موضع الموت والحياة، جعل هذه الحياة الدنيا التي هي موضع الحياة والموت هي موضع ابتلاء الإنسان بين الخير والشر والمعصية والطاعة والصبر وعدم الصبر والشكر والكفر، فهو ابتلاء للإنسان. قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا يبين لنا إخوة الكرام أن أعظم ما يبعث الإنسان على حسن عمله والاجتهاد في عمله
وإتقان عمله هو تذكر الحكمة التي أصل خلقه ومآله، أنه خلقه الله وأن الله عز وجل سيميته. استحضار اليوم الآخر واستحضار الموت هو أعظم ما يعين الإنسان على إحسان عمله. إذا علمت حقا واستحضرت أنك ميت وأنك بعد الموت محاسب، فلا شك أن ذلك يستنهض في نفسك قلبك الهمة للاستعداد للعمل. ولهذا هنا قدم الموت فقال الذي ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل ليبلوكم أيكم حسن العمل. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يكون عمله كله حسنا، كله حسنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فحري بالإنسان وهو يقرأ هذه الآية أن يكون من أهلها الذي أحسن عملا. أيكم أحسن عملا؟ قال الله سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور. وهو العزيز قدم العزة هنا للدلالة على القوة، دلالة على الملك. لاحظوا وتأملوا إلى إخوة أن السورة كلها راجعة إلى قضية الملك، ملك الله. فقدم العزة هنا على المغفرة، وهي في الأصل خطابا للكافرين الذين زعموا أن لأصنامهم وآلهتهم تصرفا من دون الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا. هنا افتتح الله سبحانه وتعالى بعد قول الذي خلق الموت والحياة الدال على ملكه، أظهر الدليل الظاهر في الكون على ملكه. هنا في الآيات الله عز وجل يعرض ويستعرض لنا آيات ملكه في الكون. ولذلك لاحظوا أيها الإخوة أنه في الآيات التي في السورة فيها إظهار دقائق خلق الله وصنعه الدالة على كمال قدرته ملكه. قال الله الذي خلق سبع سماوات، ما قال خلق السماوات، قال سبع سماوات، فعددها للدلالة على كمال القدرة والملك. طباقا أي متماثلة متلائمة لا تفاوت فيها ولا اختلاف، فهي متماسكة. إذ لو كان فيها اضطراب كيف سيكون حال الخلق؟ لا شك أن حالهم سيكون في اضطراب. فمن حكمة الله عز وجل وكمال ملكه وكمال قدرته أن الله تعالى هيأ لهم الكون كله وأحكمه من أجل أن تستقر حياتهم، وسخر لهم تلك الكائنات والمكونات وأقرها وأتقن صنعها سبحانه وتعالى. وكل ذلك راجع إلى إتقان أمره سبحانه وتعالى وشرعه وخلقه وما أمرهم الله تعالى به. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من اختلاف ولا تناقض ولا نقص. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة وتأملوا كيف أن الله لفت أنظارنا إلى أن هذا الملك بكماله وعظمته لا ترى فيه اختلاف ولا تناقض ولا خلل من كمال ملكه سبحانه وتعالى وكمال قدرته. وتأملوا أيها الإخوة كيف ربط الخلق هنا بالرحمن. تأملوا كيف خلق ربط الخلق بالرحمن. قال ما ترى في خلق الله، قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما الحكمة؟ ما السر في إراد الرحمن هنا؟ والله إنه لسر عظيم أيها الإخوة. والعجيب أن السورة بنيت أيضا كرر فيها لفظ الرحمن 4 مرات أو 5. ما علاقة الرحمن بالملك؟ الملك في قوة، قدرة، تصرف، جلال، فما علاقة صفة الرحمن بالملك؟ نعم.
إذن هذا معنى. المعنى الأول بارك الله فيكم أنه ملك رحيم سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، المخلوق إذا ملك وكان ملكه في قوة ونفوذ كانت سطوته على العباد أقوى وأكثر، وظلمه وتجاوزه ويعني طغيانه أكثر. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، لو مكن الله على عباده ملكا لبطش بهم، لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى مع كمال ملكه إلا أنه تام الرحمة سبحانه وتعالى. أرأيتم كمال ملك الله أيها الأخوة أين ظهر؟ كمال ملك الله يظهر في رحمته، إذ أنه سبحانه وتعالى من كمال ملكه سخر السماوات وأتقنها وأعظم صنعها لصالح البشر. من كمال ملكه أن أتقن خلقه لصالحهم لمعاشهم، وليقيموا أمره على الوجه الذي أمرهم الله عز وجل به. فهذا معنى قول عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم قال الله فارجع البصر هل ترى من فطور. ارجع البصر مرة ثم مرة ومرات لترى خللا نقصا قصورا ما ترى في خلق الرحمن، ثم ارجع البصر هل ترجع البصر هل ترى من فطور، يعني نقص وخلل لن تجد ذلك. ثم ارجع البصر كرتين لن تجد إلا كمالا في إتقانه. بل إن من عظمة خلق الله أيها الإخوة أنك كلما تأملت وتدبرت ونظرت وتفكرت في خلق الله وجدت زيادة في العظمة وإتماما في الملك وفي الخلق وحسنا. لو أنك تأملت السماوات فستجد في كل لحظة من لحظاتك وأنت تتأمل كمالا وجمالا وبهاء وعظمة في خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئ مبتعد مبعد كما يقال اخسأ ابتعد، فليس لك أن تعدو قدرك. فلن يجد الإنسان المخلوق الضعيف في خلق الله عز وجل من فتور، ولن يجد العالم بما أوتوه من قوة ونفوذ وما ملكهم الله عز وجل من قدرة على الاطلاع على أفلاك الكون ومجراته ودقائق من خلق الله، والله ثم والله ما وجدوا إلا إتقانا وكمالا وعظمة، مما بعث بعضهم إلى الإيمان والإقرار بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. تأملوا أيها الإخوة وتفكروا وأمعنوا النظر في أن الله عز وجل يزيد في إيضاح كمال ملكه في سماواته، هذه السماوات المتماثلة المتكاملة يبين الله عز وجل من كمال ملكه تزينه، ولله المثل الأعلى، ولله عز وجل المثل الأعلى. لو رأيتم يعني صرحا كهذا الصرح بناء، لكن البناء لن يتم جماله وبهاؤه ورونقه إلا بهذه الزينة التي وضعت فيه، أليس كذلك؟ لأن الإنسان لا يرى ما في باطن الأرض من قوة وحديد وغير ذلك، لكن هذه الجمال هي التي تدل على قوة أصلها، ولله المثل الأعلى في خلقه. قال الله في سماواته التي أتقنها قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. لاحظوا قوله زينا أيها الإخوة، لماذا زينها الله عز وجل؟ سؤال يجب أن نتفكر فيه أيها الإخوة، لماذا زينها؟ إنه من أجلنا، لنبتهج برؤية هذا الفلك وهذا الكون وهذا السماء، فنعرف ربنا ونعرف جلاله وجماله. تصوروا لو أن السماء أيها الإخوة في خلق مخيف مضطرب في سفول وارتفاع ويعني اختلاف لبعث الخلق رهبة وخوف وتزعزع، لكن الله عز وجل زين سماءه
لتزين أنظارنا بها فتزداد معرفتنا لله عز وجل. قال: ولقد زينا السماء الدنيا، والله عز وجل جميل يحب الجمال، جميل في ذاته، جميل في أسمائه وصفاته وخلقه سبحانه وتعالى، فلذلك زين وجمل هذه السماء. قال: بمصابيح، ولم يقل بنجوم. ما السر في ذلك؟ أنها تضيء للدلالة على مصلحتهم فيها، وهي أنها إضاءة لهم، إضاءة لهم، وبالنجم هم يهتدون كما قال الله عز وجل. وجعلناها رجوما للشياطين. سبحان الله، ما أعظم خلق الله. الشيء يصنع الله تعالى فيه الشيء وضده. هذا النجم الذي هو جمال وبهاء جعله الله، أو جعل الله منه رجوما للشياطين. ما يقدر أيها الأخوة على صنع الشيء وضده إلا خبير عليم، وهو الله سبحانه وتعالى القادر على الشيء، صنع الشيء وضده في خلق البشر، هذا يعتبر خبيرا في صنعه. فكيف بالله عز وجل الذي كمل خلقه وملكه سبحانه وتعالى؟ قال: وجعلناها رجوما للشياطين. ولعل في السر في قوله وجعلناها رجوما للشياطين هو تغليظ على الكافرين الذين زعموا أن لآلهتهم تصرف، وأشركوا بالله عز وجل تلك الأصنام والآلهة، فهذه ترهيب لهم وإعداد لهم ووعيد لهم. قال الله: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. في الدنيا لهم هذه يرجمون بها، وأعتدنا لهم عذاب السعير. ومن الشياطين التي تترجم تلك الملائكة، أستغفر الله، تلك الشياطين التي تسترق السمع، فيرجمها الله عز وجل بتلك الشهب من تلك النجوم. قال الله عز وجل: وللذين كفروا بربهم، إضافة على ذلك أولئك الكافرون الذين يرون عظمة الله وملكه وقدرته ويكفرون به عز وجل. ولهم وللكافرين وللذين كفروا بربهم. الربوبية دالة على خلق، صنع، الإتقان والإصلاح، تصرف، فهي داخل في معنى الملك أيضا. عذاب جهنم وبئس المصير، فهذا توعد من الله لهم. وإذا ألقوا فيها في النار سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تصوروا أيها الأخوة، تأملوا هذا التصوير لعذاب النار، أعوذ بالله. نار ولها شهيق، لها شهيق، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. كيف رهبتهم وألمهم وحسرتهم وعذابهم بسماعهم للشهيق، فكيف إذا ألقوا فيها عياذا بالله وهي تفور غيظا، تفور غيظا وتميزا على أولئك الكافرين، تنتظر أجسادهم تحرقهم فيها عياذا بالله. قال الله: تكاد تميز من الغيظ، تتفرق، تتقطع، تميز من الغيظ، من الحنق على هؤلاء الكفار. هذا تصوير الله عز وجل لجهنم عياذا بالله، تصوير بليغ والله. نار لها شهيق وتفور وتتكاد تميز ولها غيظ، ما هذه النار؟ إنها نار الله عز وجل التي أعدها الله للكافرين به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إقرار على تكذيبهم وكفرهم بالله عز وجل، ليعلموا أن وعيدهم ذلك يستحقونه بإقرارهم. قالوا بلى قد جاءنا نذير. تأملوا أيها الأخوة، لم يقولوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا نذير، اعتراف. لعل هذا الاعتراف ينجيهم من تلك النار، لعله يشفع لهم هذا الاعتراف، لكن أن لهم أن يقبل منهم العذر. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا عياذا بالله. ما أشأم تلك الحال أيها الإخوة، يجيئهم نذير ويرون الآيات و
توضح لهم البراهين ومع ذلك يكذبون. وقلنا ما نزل الله من شيء إقرار منهم بعدم إيمانهم بالقرآن الكريم، قالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. إما أن يكون القول لهم منهم لأنفسهم أو من الملائكة، إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولاحظوا وصفه الضلال بالكبير، حقا إنه ضلال كبير أيها الأخوة. أي ضلال أعظم من الكفر بالله ومن التكذيب بآيات الله عز وجل وعدم الإيمان بآياته وكتابه. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إي وربي لو كانوا يعقلون أو يسمعون ما ذهبوا إلى الجحيم، ما ذهبوا إلى الجحيم. لو كانوا يعقلون أو يسمعون لآمنوا بآيات الله عز وجل المشاهدة والمقروءة، ولدلهم بصيرتهم وسمعهم وبصرهم وعقلهم إلى الإيمان بالله، لكنهم استكبروا عياذا بالله، فويل للمستكبرين. وفي هذه الآية أيها الأخوة دليل واضح وصريح على أن أقل الناس وأضعفهم عقلا هم الكفار، دليل على أن أقل الناس عقلا وأضعفهم عقلا هو الكافر. كيف استدلنا على ذلك من الآية؟ قالوا هم بشهادتهم يوم القيامة، قالوا لو كنا نعقل نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فدل بشهادتهم على أنفسهم في الدنيا أنهم أضعف الناس عقلا. فالكافر أيها الإخوة مهما رأينا فيه من عقل وابتكار وصنع فوالله إنه أضعف عقلا من غيره. لماذا أضعف عقلا؟ لأنه سخر هذا العقل لخدمة البشر ولم يخدم نفسه، لم يسخر هذا العقل للخالق، سخره للخلق. أي عقل أضعف من هذا العقل؟ أن تسخر عقلك وتسخر قدرتك لنفع الناس ولا تنفع نفسك، ولا تسخر هذه الجوارح وهذا العقل لخالقك الذي خلقك وأن وجدك وأنشأك. حقا إنهم كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من عن الآخرة هم غافلون. بعلمهم هذا الدنيا أيها الأخوة ليس هذا دليل على عقل. ولذلك إخوان الكرام لا يظن الإنسان حينما يكون متمكن في عقله في شيء في أمر من أمور الدنيا أنه على شيء، والله ليس على شيء إن لم يبني هذا على الإيمان واليقين بالله وأن يسخر ذلك في طاعة الله عز وجل، وإلا فهو الخسران، إذ أنه سيعذب بهذا العقل الذي سخره لغير الله. فكلما استخدم الإنسان طاقاته قدراته وجوارحه في غير مرضات الله فستكون وبالا عليه، وحينها سيقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله إخواني الكرام إن هذه الآية كافية في دلالة أن العقل هو الإيمان، أن العقل هو الاعتراف بالله والتعرف على الله، أن العقل هو العلم بالله. العقل كل العقل هو التمسك بأمر الله وشرع الله عز وجل. العقل كل العقل أن تنظر إلى هذه الآيات لتدلك على خالقها، هذا العقل. إذا كان العقل تبصر به هذه الآيات فلا يدلك على خالقها، أي عقل هذا؟ عقل جامد. أما حينما يزيدك هذا التفكر وهذا العقل بتفكرك في ذات في 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 مخلوقات الله، في هذه الكائنات، في هذه الأجرام العظيمة، في هذه الآيات التي تقرأها، فيزيدك قربا ومعرفة لله، فذلك كمال عقلك. فكلما كان عقلك يدلك على الله في كل شيء فهذا هو كمال العقل، هذا هو كمال العقل. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إي وربي سحقا لهم، سحقا. كيف لم يعرفوا ربهم وكيف لم يؤمنوا به، حق لهم النار عياذا بالله. قال الله سبحانه وتعالى في مقابل أولئك الكافرين الجاحدين الجامدين بعقولهم:
الذين سخروا عقولهم في غير مرضات الله وغير الوصول إلى تعرف على الله، جاء بالحديث عن المؤمنين الذين أورثهم ذلك الملك تلك العظمة خشية الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال الله تعالى هنا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. أرأيتم أيها الأخوة سر المجيء بوصف الخشية هنا ما هو؟ أنهم عرفوا الله وعرفوا ملكه ورأوا آيات الله، فزادهم خشوعا وذلة وخشية من الله عز وجل. هذا معنى قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما عرف الإنسان، عرف الله بآياته وصفات وخلقه وبراهينه وما يشاهده من الكون، وبعثه ذلك على الخشية، فلا شك أن ذلك دليل على كمال إيمانه وعقله. قال الله عز وجل: يخشون ربهم بالغيب. والغيب هنا يخشونه يشمل خشيتهم لله وهم لا يرونه، هذا دليل على كمال إيمانهم. خشيتهم لله وهم لم يرونه، لا شك أن ذلك دان على إيمانهم. ثم خشيتهم لله في حال اختفائهم عن الخلق دليل على كمال إيمانهم. إذن المقصود بقوله أيها الإخوة أن الذين يخشون إن الذين يخشون ربهم الغيب حالان: الحال الأول أنه يخشونه وهم لا يرونه في كل أحوالهم، في علنهم وسرهم وعلنهم. نحن نؤمن بالله، فلماذا نخشاه؟ لأنه ربنا وخالقنا ونحن لا نراه. فما أعظم هذه الخشية أيها الإخوة، والله ما أعظم هذه الخشية التي تدل على الإيمان بالله عز وجل. فهي هذه دلائل الإيمان. ثم خشيتهم في حال خلوتهم في الخلوات. قال الله عز وجل: لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. لهم مغفرة بما يقع منهم من زلل وخلل قصور، من الله عز وجل ستر لهم. ولهم أجر كبير، وصف الكبير هنا لمقابلتهم عملهم وهو خشيتهم لله. هذا يؤكد أيها الإخوة أن خشية الله من أعظم الأعمال. ولهذا جاء ذكرها في كثير من الآيات. يكفي قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويكفي قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويكفي قول الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فما أعظم أيها الأخوة خشية الله وخوف من مقامه وتعظيمه. ذلك هو حقيقة من أقوى وأعظم دلائل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. خطاب لمن؟ ليس للمؤمنين فقط، بل للخلق كلهم. أسروا قولكم أو اجهروا به. تأملوا أيها الأخوة، قدم السر هنا للدلالة على نفوذ علمه ودقة علمه وكماله سبحانه وتعالى. أسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، بل هو أعلم بالسر مما ظهر، لأنه عالم بخبايا النفوس. ولهذا قال: إنه عليم، ما قال بما في الصدور، بذات الصدور، يعني هو عالم بذاتها، بالصدور نفسها وتكوينها وخلقتها وما يحدث فيها ومنها من نية وقصد وأعمال. فالذي خلقها سبحانه وتعالى هذه الصدور عالم بما يصدر منها سبحانه وتعالى، ولو كان أدق دقيق، لأنه الذي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولهذا قال بعدها هذه الآية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى وربي. والله يا أخواني لو تصورنا هذه الآية فقط، أن الله يعلم كل شيء
سبحانه وتعالى، لأنه خلق هذه الصدور وهذه القلوب، فهو أعلم بكل شيء فيها. لبعثنا ذلك على تعظيم الله والإيمان به وخشيته سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وهو اللطيف الخبير. تأملوا أيها الإخوة كيف أتى بهذين الوصفين، اللطيف الخبير، لطف علمه، اللطيف العالم بدقائق الأمور، وكذلك الخبير. فهو هذان الوصفان دالان على كمال الدقة علم الله عز وجل ونفوذه سبحانه وتعالى في علمه وقدرته على كل شيء. اللطيف الخبير يعرف ما لطف وهو خبير بدقائق الأمور. قال الله سبحانه وتعالى في امتنانه سبحانه وتعالى على عباده وعلى الكافرين المشركين الجاحدين بأمر السماء الأرض بعد السماء، إثباتا لكمال ملكه وقدرته وعلمه، قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. لاحظوا أيها الإخوة تأملوا دقة هذا التعبير، ذلولا يعني الله عز وجل خلق الأرض لكم. وتأملوا أيها الإخوة أنه قال لكم الأرض، ما قال الأرض لكم، هو الذي جعل لكم الأرض، ولم يقل جعل الأرض لكم. ما الفرق؟ الفرق أن قوله جاء هو الذي جعل لكم الأرض يعني أن الأرض خلقها من أجلكم، خلقها من أجلكم وسخرها وهيأها ويسر الخلق فيها وذللها وأحسن خلقها وبسط سبلها من أجلكم، من أجلكم أنتم. فما أعظم خلق الله وما أعظم منة الله على خلقه، مع ذلك يكفرون ويجحدون عياذا بالله. قال الله ذلولا، ذللها لكم في سبلها وطرقها وجميع مكوناتها. قال الله فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، طرقها سبلها. ولكن صور الله ذلك كأننا نركب عليها ونسير حيث ما نشاء ونأخذ ما نشاء. ثم لاحظوا وتأملوا أيها الإخوة أنه قال فامشوا في مناكبها، ماذا نستفيد منه قوله فامشوا؟ أولا طلب الرزق والاكتساب، قاعدة من قواعد الخلق والرزق، فامشوا في مناكبها، أننا نمشي ونبذل الأسباب وما نفعل ما بوسعنا. وتختلف الطرق، فإذا سد عليك هذا الطريق فالله تعالى جعل لك طرقا في الرزق. هذا إلى هذه رسالة إلى أولئك الذين يظنون أن رزقهم في شيء من الأمور كوظيفة معينة، وإذا قطعت عنه هذه الوظيفة وهذا الطريق رأى أن الدنيا اسودت في وجهه وقد انتهت حياته. لا والله، لقد خلق أبواب الرزق الله عز وجل كثيرة متعددة، فامشوا في مناكبها. وأيضا قوله فامشوا في مناكبها أيها الأخوة يعطينا درسا عظيما، أننا نمشي ولا نسرع ولا نسعى. الله عز وجل عبر في السعي في قوله في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، السعي فيه مبادرة وسرعة، لكن في حال الرزق في حال الدنيا قال فامشوا. لكن وللأسف الشديد حينما ترى واقع الناس ليس يسعون بل يلهثون عياذا بالله وللأسف. والله إن هذه قاعدة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يا أخي الكريم رزقك مكتوب لك، فلماذا تلهث ويكون همك مالك وجمعه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. أولئك الذين يلهثون يا إخواني يستيقظون على المال وينامون عليه، والله ما يجدون إلا الشقاء، تعس وانتكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وكلوا من رزقه، لاحظوا أنه قال كلوا من رزقه، لم يقل كلوا فقط، يعني أنتم حينما تحصلون هذه الأمور ليس من
لا تظنون أنها بكدكم وسعيكم، إنما هو رزق الله لكم. والله لو بذل الإنسان كل سعي والله ما كتبه له لن يجد شيئا، ولهذا قال من رزقه، ثم قال وإليه النشور. ماذا نستفيد منها؟ أننا نسعى في هذه الدنيا ونعرف أنها دار فناء، وأن النشور والعودة والرجوع إلى الله. الإنسان يا أخوان ينبغي وهو يتاجر وهو يعمل وهو يسعى في هذه الدنيا أن يستحضر الآخرة، ويعلم أن هذه الدنيا متاع، ويعرف حتى لا يلهيك، كما قال الله عز وجل أهلاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تكاثر بالمال والأولاد حتى زرتم المقابر، حتى وصلتم جاءكم الموت فودعتم المقابر. فما أعظم هذه الآية يا إخواني، والله إنها منهج حياة لنا في هذه الأرض في سبيل رزقنا وسعينا وعملنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك،